بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، الدنيا دار بلاء، فمن يتعرض للظلم فهذا ابتلاء، ومن يتعرض للمرض فهذا ابتلاء، ومن يتعرض للفقر فهذا ابتلاء، ومن يتعرض للجوع فهذا ابتلاء، ومن يتعرض للخوف فهذا ابتلاء، ومن يتعرض لفقد عزيز لديه فهذا ابتلاء، بل كل ما يسوء المسلم هو ابتلاء. فإني سمعت الحق سبحانه وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. فإلى كل من يتعرض إلى ابتلاء صغيرا كان أم كبيرا أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ففي أبسط ما يسوء الإنسان عليه أن يذكر ذلك. أخرج ابن أبي الدنيا عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: بلغني أن المصباح طفئ فاسترجع النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ما ساءك مصيبة. فهنا عند انطفاء المصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون. وعندما يصيب الإنسان مصيبة عظيمة مثل الموت عليه أن يذكر ذلك. أخرج أحمد والترمذي وحسنه والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فما أعظمها مصيبة أن يفقد الإنسان ولده، ولكن هذا هو المنهج الذي رسمه الله لنا في كتابه الكريم وبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا أصيب الإنسان بشوكة فعليه أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. أخرج الديلمي عن عائشة قالت: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لدغته شوكة في إبهامه، فجعل يسترجع منها ويمسحها، فلما سمعت استرجاعه دنوت منه فنظرت فإذا أثر حقير فضحكت، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أكل هذا الاسترجاع من أجل هذه الشوكة؟ فتبسم ثم ضرب على منكبي فقال: يا عائشة، إن الله عز وجل إذا أراد أن يجعل الصغير كبيرا جعله، وإذا أراد أن يجعل الكبير صغيرا جعله. حتى إذا فاتتك الصلاة فقل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فمن استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عقباه وجعل له خلفا صالحا يرضاه. أحبتي في الله، تذكروا قول إنا لله وإنا إليه راجعون في كل أمر فيه سوء حتى وإن مضى عليه زمن. أخرج أحمد وابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان عن الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب. ومن المصائب التي تصيب الإنسان أن تفقد الزوجة زوجها.
أخرج أحمد والبيهقي في شعب الإيمان عن أم سلمة قالت: أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررت به، قال: لا يصيب أحدا من المسلمين فيسترجع عند مصيبته ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا فعل ذلك به. قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه. فلما توفي أبو سلمة استرجعت فقلت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ثم رجعت إلى نفسي وقلت: من أين لي خير من أبي سلمة؟ فأبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا من أكل مالك بالباطل إنها مصيبة، ويا من تعرضت للظلم إنها مصيبة، ويا من حرمت من ميراثك إنها مصيبة، يا من شهدوا عليك زورا إنها مصيبة، يا من استعانوا بالسحرة والمشعوذين على سحرك وأذاك إنها مصيبة، يا من فقدت عزيز لديك إنها مصيبة، يا من تعاني من الفقر ونقص الأموال إنها مصيبة، يا من لا تجد ما يسد جوعك إنها مصيبة، يا من تخاف من حاكم أو قوي ظالم إنها مصيبة، يا من ابتلي بمصيبة أو ساءه شيء اصبر وقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، يقينا سيبدلك الله خيرا مما أصابك في الدنيا، وفي الآخرة أنت من المهتدين. نفعني الله وإياكم بما قدمت، اللهم اجعل عملي هذا من العلم الذي ينتفع به في حياتي وبعد مماتي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.